كل متابعينا في اليوم السابع مبادرة جديدة، دفي نفسك لتوزيع البليلة على المارة بكفر الشيخ. السلام عليكم. بعد اذنك خلاص كل متابعينا في اليوم السابع توزيع البليلة مجانا في محافظة كفر الشيخ في مبادرة دفي نفسك. يلا خد اهو الفاضي الجاي التاني يا عم السيد. انت مكاني؟ عم احمد تزين عامل ايه؟ الحمد لله. احكي لنا عن المبادرة دي. والله مبادرة جميلة جدا، هي بدأت اولا في موضوع العدس اللي هو اول طبعا يوم عملنا فيه اول عدس، ثاني يوم دخلنا في وصلنا 1500، فحبينا نغير من موضوع العدس لموضوع الايه؟ البليلة. قلنا الناس تحل ايه موضوع البليلة، فحبينا نشغل البليلة. طب ان شاء الله احنا كنا ناويين النية لله سبحانه وتعالى ان احنا نعمل قد ايه 1000 كوباية. ظهرنا مع المبادرات والناس مع بعض اللي حصلت، وصلنا حوالي عن 2300 كوباية. يا مهاب بص رجلك يا مهاب. اليوم الاول 2400. اول يوم اللي هو ظهرنا للبليلة. ده كان اول يوم ظهرنا للبليلة. انت شايف ما شاء الله ايه الاقبال على البليلة وكله مجانا، يعني حاجة ما شاء الله. كل الاقبال مجانا. اصحى خدهم اهو. اجي يا عم السيد. خد، لا خد الدل الوليه اللي ورا دي، اللي ورا اللي عاوزه دي. احكي لي بقى على المبادره. احنا النهارده اول يوم النهارده في البليله اهوت، وما كناش متوقعين اللي يحصل الكلام ده. ما كنتش يعني اول يوم النهارده مش متوقعين الاقبال ده. لا والله بصراحه يعني احنا التعبئه تعبتنا اساسا، يعني احنا وصلنا دلوقتي احنا في 1500 كوبايه دلوقتي. تمام. 1500 عمل حساب كام؟ احنا النهارده اصلا كانت الفكره كلها هتبقى 100 كوبايه، بتاع ال 1000 كوبايه بس. 1000 كوبايه. بس الناس اتبرعت لنا، كل ما حد يعرف ان احنا هنعمل بليله، الناس اللي بتلم لبن، وفي واحده جارتنا هناك فلاحه اتبرعت باللبن. باللبن بتاعها. والله العظيم لما عرفت قالت انا اتبرع، جابت سقت البهايم وجابتهم كلهم مره واحده، وكان وزعلت قوي كمان لما جالنا لبن الصبح. وقالت ايه، انا كنت عايز اجيب لكم لبن بتاع الصبح كمان. بنتابع مع حضراتكم كل متابعينا في اليوم السابع اول مره توزيع بليله في مدينة بيالة على أهالي بدون مقابل. أهم حاجة اللبن خام، مفيش أي ماشي أنا بقى عليه. اللبن خام. لبن خام. يلا أنت وسط الكلام. يا سيد فايز. أصل تحط لي. ماشي عم السيد، هو راجل عم السيد. توزيع البليلة على البردانين وعلى المقبلين المترددين مجانا. قول لي بتحط على طبق كوباية البليلة ايه؟ احنا البليلة دي المكونات بتاعتها عندنا الاساس القمح، اللبن ده خام، ممنوع مية عليه.
تمام. ممنوع ميه عليه، حتى القمح لما بينسلع بيتصفى الميه اللي عليه. تمام. عندنا مكسرات، عندنا سوداني، وعندنا جوز هند ضفر، وعندنا جوز هند ناعم، وعندنا زبيب وفانيليا، وحاطين كمان عليه سكر بودر عشان التذوق اللي يزيد اهو. هو ده مكسرات على ده مكسرات. جوز هند رز وجوز هند ضفر وسوداني والزبيب نضيف احنا مخزنين عندنا شكاره من دي. شكاره شكاره من دي جاهزه بالسوداء اكتر من 45 كيلو. بتقول اكتر من كم؟ 45 كيلو جاهزين عندنا. 45 كيلو زبيب ومكسرات. مكسرات اه وزداني وجوز هند وجوز هند ضفر. الناس دي خد يا محمود مني يا محمود خد. زي ما انت شايف كده الاقبال احنا شغالين من الجهتين ما احناش فاضيين. وفي ناس بتتحرك تاخد من قدام من هنا محروقه تاخد بتاخد من ورا من هنا عشان هي ما تعصب في وسط الناس يعني وسط الناس والناس تشوفها يعني. خد يا محمود لان مش هو مش متصل كم على مش كم متصل على نص الكوره. كم واحد مشارك في المبادره دي؟ لا ده في ناس كتير مشاركه في المبادره دي يعني احنا بالنسبه لشغلنا احنا في اكتر من 6 انفار او 7 انفار شغالين معانا. تمام. انا بقول لك مجرد ان الست اللي هي شغاله معانا عرفت ان احنا نعمل بليله وبنلم اللبن وبنجيب لبن قالت انا هتبرع باللبن كله اللي عندي. وزعلت تاني يوم لما جابتش اللبن بتاع الصبح النهارده. لما حد جاب لنا لبن الصبح زعلت ان هي ما جابتش. قالت انا كنت بقول لكم كله كمان. هي متبرعه بحوالي 20 كيلو لبن لوحدها. وعندنا واحد يعني هي واحده سيده متبرعه ب 20 كيلو لبن. شغاله معانا شغاله معانا وشغاله معاكم. اه شغاله معانا. حتى في واحد كمان نزلنا هناك بيلم لبن ما داعي لذكر اسمه لما عرف برضه جاب لنا اكتر من 25 كيلو لبن. 25 كيلو لبن. ايوه والمبادره مفتوحه يعني غير بقى اللي بره ابو جوز هند بزبيب بزداني بحاجات ثانيه. وفي حاجه كمان انا لسه احمد فكرني بيها احنا رحنا نشتري من محل بقاله العمده يعني هنا عندنا جوز هند ضفر الراجل اتبرع بيه قال لا انا مش هاخد فلوس طالما للجامع مش هاخد منه فلوس مع ان كل جوز هند ضفر ده ب 95 جنيه كيلو بكام؟ 95 جنيه اول ما عرف ان هي مجانا لله لما عرف ان هي طالعه لله قال لا خلاص مش هاخد فلوس رفض ان ياخد فلوس ما خدش فلوس والله وخدنا منه مجموعه كوبايات برضه قال زي ما انا جايبها برضه وقال لو عاوز اي حاجه برضه انا موجود عندنا العدس موجود عندنا اي حاجه لو عاوز اي حاجه تعالوا خدوا اللي بس خلي بالك انا اللي عاجبني قوي ان السيده اللي بتقول لي اللي بتقول ان هي حلبت المواشي بتاعتها وجابت اللبن بالليل وكزعلت لما ما جابتش اللبن بتاع الصبح لما لقيت ناس جابت لبن والله العظيم انا ما بكذب عليك لا صادق وهي شغاله معانا وهي بتاخد ايه يعني بتاخد محتاجه وهي محتاجه يعني. وهي محتاجه كمان بس انا عرفت ان الشيء ده لله اتبرعت بيه وهي معناها محتاجه سبحان الله محتاجه كل مرة احنا الحمد لله برضه جينا على مدينة بريشنا هنا لقينا ناس كتير متبرعة جايبة سوداني وجايبة قمح وجايبة سكر وجايبة جوز هند الناس ما بتقولش لا لما بتعرض ما بتقولش لا بتجيب له واحدة من غير أي حاجة وما يتيسر له وبعدين أهم حاجة هنا احنا مش بنبيع عشان تبقى فاهم واللبن ده مش محطوط على نقطة مية لدرجه ان هو ما بيحطش عليها ميه بيقرفنا احنا في العمايل لان بيبقى لبن خام بيشيط مننا من تحت كمان نضطر نعمل له حمامات سخنه عشان نعرف نبليه زي ما انتم شايفين كل متابعينا في اليوم السابع اقبال على كوبايه البليله بالمكسرات مجانا للتدفئه كبار صغار شباب فتيات كله جاي كل جينا لنا مستنيين هنا وده راجل سواق على توك توك هو ساب التوك توك وابو جاي واقف سايس يعني انت سواق توك توك انت سواق توك توك وسبت التوك توك سبت التوك توك علشان تساعد المبادره في المبادره جايز دي ما شاء الله ما شاء الله انت سبت راس برضه فانا بقى سايب دروس ومدرسه وجاي ساعد معانا وانت سبت دروسك وجاي تساعد ما شاء الله زي ما انتم شايفين كل متابعينا في اليوم السابع سيدات وكبار
لا واطفال كل واحد واحد كله جاي علشان ياخد يلا حبيبي كوبايه البليله بالمكسرات وصلنا لكام دلوقتي؟ وصلنا دلوقتي حوالي عن 1700 كوبايه دلوقتي 1700 كوبايه يعني 1700 واحد خد بليله النهارده وفي لسه الناس بتيجي في اول يوم في ناس جايه بتيجي في اول يوم احنا اخرنا النهارده عشان كانت كميه كبيره احنا جينا لقينا ناس كتيره الدنيا هنا وما قدرناش من الزحمه اضطرنا نفرق عشان واحنا شغالين واحنا لسه بنجهز الحاجه بالظبط يعني انت كنت شايف الترابيزات نفسها كانت بتقلب علينا من كتر الزحمه الناس بدات تجري بجهتين تقول ايه لكل متابعينا في اليوم السابع وبنسمعوك في كل من كل محافظات مصر والله احنا بص العمليه تجي لوحدها والناس كتير بتتفرع بدون اي حاجه يعني الناس تلاقي واحد جايب لك 50 جنيه واحد جايب لك 30 جنيه واحد جايب لك شويه عدس واحد جايب لك شويه عدس واحد جايب لك شويه بتاع شهريه شعر واحد متبرع بشويه زيت الناس بتتبرع عاوزه اللي ما يتيسر لهم عاوزين يتبرعوا بيه واحد يقول لك انا هشيل اليوم كله هعمله مثلا على روح والدي على روح والدتي واحد يقول لك انا عاوز اتبرع ب 50 واحد عاوز اتبرع ب 200 واحد واحده اتبرعت جنب احنا شغالين امبارح العدس واحده جت اتبرعت لها ب 200 جنيه واحده ثانيه اتبرعت لها بشكل عدس واحنا واقفين في الخيمه هنا وواحد ثاني اتبرع ب 50 ومعاه مراته تقريبا او اخته اتبرعت ب 30 جنيه واحده ثانيه اتبرعت ب 50 ما يتيسر للناس والناس عاوزه تعمل اي حاجه للناس الشباب نفسهم بيجوا يساعدونا يعني كان بنقول ان الاهالي بتتسابق لفعل الخير والله بقول لك انا النهارده انت لو انت شفت الوليه والله الوليه زعلانه عشان ما جابتش اللبن بتاع الصبح كل ما قلتليش اسيبهولك ما سلمش النعمه وهي محتاجه ما يعني برغم حوجتها اللي انا اتبرعت باللبن وزعلانه وهي قالت خلاص اللي جايه هعمل حسابي اجيب لكم تقولوا لي ما شاء الله قلت لها خلاص ما هو الناس بتبرع ده بيجيبه ده بيجيبه ده بيجيبه واحد عندنا برضه جارنا بيلم لبن في المكان اللي احنا في المخزن اللي هناك جاب لنا لبن من اللي هو بيلمه قال لك لا اجيب حتى في واحد تاني لما عرف ان هو بيقول له اللبن رد عويل ليه انت مقلف معاه اللبن اللي جايبه من المعمل ليه؟ قال له اصل انا طلعته كذا قال له طب ما انا عاوز اتبرع من الاخر معاه قال له خلاص وصف له المكان يعني حتى اللي يعرف بيحب يتبرع الراجل اللي احنا اشترينا جزء لبن عشان نزود الكميه لان كنا عاوزين ال 1000 واحنا ما كانش عندنا لبن في الاول امبارح والراجل برده اللي جاب لنا اللبن زود من نفسه وزود له 8 كيلو ولا 10 كيلو على الكميه اللي هو جايبها من دون اي حاجه الاستاذ احمد اشتغل احنا شغالين بنعتبر شغالين بالليل الاستاذ احمد واربعه كمان معانا شغالين الان ياخد عناية عشان قول بقى مرحله اعداد الوجبات صاحب المستشفى بالنسبه لاعداد البليله ديت احنا بنجيب القمح بيجي لنا على بنجيبه على بيات وبنلاقيه حلو وبنجيب درجه ممتازه يعني درجه احنا مش عايزين نقول اسامي المنتجات بس درجه يعني شركه عالميه يعني مبروزه ما فيش فيها اي حاجه بس برضه بنغسلهم ونفرزهم ونغسلهم مرتين بنلقحهم مرتين ننقع مره على ميه بارده يقعد الصبح ونرجع الميه البارده اللي هو كان بيقع فيها ديت نشيلها ونغسله ونرجع نحط الميه السخنه يتغسل يتنقع بياخد غلو اكتر من نص ساعه او ثلاث اربع ساعه لما بيتنقع بالليل بعد كده بنخلي القمح لوحده وبنجيب اللبن بيبقى خام بنجيب اللبن بنسخنه بنديله غلوه ونديله البنين يطلعوا السكر بتاعه ماشي وبعدين نرجع نضيف ايه القمح على اللبن ونظبط العيار بتاعه على اساس اللي هو لا يبقى تقيل ولا يبقى خفيف وبعد كده هنا بنجي بنبقى عاملين مكسرات جوز هند ضفر جوز هند ناعم وزداني ولو تيسر الامور هنجيب مكسرات كمان وفي عاملين برضو صوص شوكولاته برضو بنحط بيه وعندنا سكر بودره كمان على اساس المذاق لو حد عاوز يحل شويه ياخد انما اللي بياخد هنا بياخد اكله متكامله وبتكفي اكله متكامله تمام بنتابع برضو كل معانا متابعينا في اليوم السابع سيدات وكبار وشباب كله جاي هنتابع مع حضراتكم كل متابعينا في اليوم السابع تعالى يا دكتور تعالى يا اخو
لي يا دكتور بقى يعني مبادرة جميلة أول يوم النهاردة توزيع البليلة وصلنا إلى هم بيقولوا له جوه حوالي 1700 ومجهزين أنتوا 2400 كوباية. الحمد لله بفضل الله احنا اول ما طرحنا الفكره بس المجهود هو دفاع الناس والكرم واحنا طرحنا الفكره بس والله يعني كل الكلام ده تبرعات ما دفعنا حاجه ولا عملنا الكلام ده كله ده مجهود اهل بيلا كله ربنا يبارك فيهم يعني وانت شايف الخير كله والناس مبسوط يكفي الابتسامه والابتسامه اللي على وجه المراسل العزيز على قلبنا الاستاذ محمد ربنا يبارك فيه. تسلم لي يا حبيبي. الحاجه زي كده انطباع الناس ايه بقى؟ والله الناس سعيده جدا والاطفال سعيده وانا بتكلم في حاجه يعني ان انت اللي سايق التوك توك ده لما ياخد حاجه سخنه كده يشربها تدفيه لما ولد شغال في ورشه طول النهار يجي ياخد كوبايه يشربها تدفيه لما حد يبعت من البيت ياخد حاجه تشربها تدفيه او الوجبه ياخدها ياكلها فحاجه بتبقى جميله يعني وفعلا جميله ومتشكرين جدا للخير ومتشكرين هو فعلا شيء جميل زي ما انت قلت حضرتك لما يكون سواق توك توك هو معدي ياخد لما حد من البيت يبعت طفله وياخد من كبار السن وغيرهم سيدات بياخدوا السلام عليكم. ايه رايك في المبادره دي؟ لا جميله والله احلى حاجه. تسلم. انا فوجئت ان سيدات كبار صغار بييجوا بيتبرعوا لما بيشوفوا المبادره. ايوه في ناس كتير بتجيب بتشارك مشاركات عينيه اللي بتجيب منها مثلا شكاره شعريه اللي بتجيب عدس اللي بتجيب حاجه بنكمل بقى تاني يوم يعني تاني يوم بنبقى عندنا بقى استعداد ان احنا نكمل تاني يوم بقول لحضرتك يعني احنا بنعملها